يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التمثيل والتشبيه؟ لا فرق، لكن يقولون إن التعبير بالتشبيه أبلغ، ولذلك هو الذي ورد في القرآن. التعبير بالتمثيل، التعبير بنفي التمثيل أبلغ من التعبير بنفي التشبيه، لأن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن، ليس كمثله شيء. نعم، ولكن يقولون والتشبيه يعني من باب التعبير عن التمثيل، تعبير عن التمثيل. نعم، وإلا التمثيل أدق. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعرف، فأنت إذا قلت هذا الشيء مثل هذا الشيء فمعناه أنه مثله في جميع الأمور، وإذا قلت هذا الشيء يشبه هذا الشيء معناه أنه يشبهه ولو من بعض الوجوه ولو لأدنى شبه. نعم. نقول أما إذا قلت مثله معناه أنه مطابق له من كل الأمور. نعم.